جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يقولون إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ما رأيكم في هذا القول في الصلاة؟ هذا قول وجيه. نعم هذا قول وجيه، لأن الله أمرنا بالاستماع والإنصات في قراءة الإمام، وقراءة الإمام الفاتحة وتأميم المأموم عليها يعد قراءة للجميع. فإذا قرأ الإمام الفاتحة والمأموم يستمع ثم أمن بعد فراغها كان كالذي قرأها. ويستدل لذلك بقوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما. الذي دعا هو موسى عليه السلام، فقال موسى وهارون يؤمن على دعاء موسى، قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، فجعلهما داعيين، الذي دعا والذي أمن. فهذا دليل على أن تأمين المأموم على قراءة الإمام أنه بمثابة قراءة الفاتحة. طيب بطبيعة الحال هذا في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية المحصرية، فالمأموم يقرأ الفاتحة على كل حال. بارك الله فيك. لأنه ليس لا يدخل تحت قوله وإذا قرئ القرآن واستمعوا له، لأنه لا يسمع قراءة الإمام. بارك الله، ليس هناك محذور شرعي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.